ان شاء الله الماتش كلنا موجودين في الاستاد باذن الله، امر ربنا ورا فريقنا، وانا عازل الفريق عن كل اللي بيحصل ده من 3 ايام، امير واخدهم وعازلهم. انا بناشد طبعا سيد وزير الداخليه انه يكون في تعديل عن هذا العدد، على الاقل يا فندم دي 25,000، واحنا جمهورنا جمهور محترم وملتزم. ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله هيبقى في مؤتمر صحفي جوه النادي لفريرا، ومش هنتشتت ومركزين. جمهور الزمالك والله مركزين، البعثه ان شاء الله هيسافر في انجولا، هي طياره خاصه بيسافر كل مجلس الاداره، لان ده من الماتشات المهمه جدا 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 باذن الله. ربنا يوفقهم ويرجعوا بالسلامه كسبانين بامرك انت يا رب، فرحوا جماهيركم. وبعد ما نخلص الماتش الاول هيبقى عندنا ماتش بعديه على طول اللي هو على ارضنا مع الفريق الكونغولي الثاني. خلاص؟ بعد ده ب 48 ساعه بالظبط اللعيبه تريح، وزي ما قلنا وشفتوا الفيديو التجديد. حضرتك خلاص ناوي وقلت هجدد، اقعد. انا عارض عليك 10 قروش. لا انا عايز 20. شكرا جمهور الزمالك اهو كله، ده اللي باعنا دي. بمنتهى الادب والاحترام. ومع ذلك هعمل لك تكريم، خلاص انت قعدت معانا فتره محترمه. بشكر اعضاء مجلس الاداره، بقول لهم زيارتكم فوق دماغي، بشكر الجماهير، بشكر اعضاء الجمعيه العموميه. وانا استجبت ليكم والدوله لما كلمتني، ان شاء الله لما يوم السبت في النادي باذن الله نكمل الثوره الرياضيه والانشائيه عشان نسعد الملايين من الجماهير ونسعد اعضاء الجمعيه العموميه اللي وقفوا كلهم وقفه راجل واحد.